يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد. السلام عليكم. من هو التابعي الذي بره بأمه منعه أن يكون صحابيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم رجل من اليمن في موسم الحج من قبيلة مراد من قرن اسمه ويس القرني، ومن رأى منكم أويس دعوه أن يستغفر له. عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب مشرين في الجنة كانوا جالسين. أويس القرني كانت عنده أم كبيرة في السن وكان بار فيها، وكان وده أن يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من الصحابة، وكل ما يبي يروح للمدينة أمه تتعب زيادة، لين ما أمه انعمت وظل معها حتى ماتت. أمه ماتت في عهد عمر بن الخطاب، يعني ما حضر عهد الرسول ولا حضر عهد أبو بكر الصديق. الرسول عليه الصلاة والسلام عطى أوصاف أويس القرني حتى قال لهم أن فيه برص وشفاه الله إلا موضع درهم في جسمه. فكان عمر بن الخطاب في كل موسم حج حتى في عهد الرسول وعهد أبو بكر يأتي له اليمن: معاكم أويس القرني؟ كان يسأل عنه، يعني هو كان فيه برص أو بهاق، فدعا الله أن يشفيه فشفاه الله إلا موضع درهم، يعني بقى البرص كالدرهم في جسمه. ماتت أم أويس القرني، فأتى مع الحجاج أويس القرني فسألهم عمر، فقال: أين أهل اليمن؟ قالوا: نعم. قال: أين قبيلة مراد؟ قالوا: نعم. قال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. قال: أين أويس القرني؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، تركناه إلى يعني تركناه يرعى إبلنا، يعني إيش نبي فيه نجيبه معانا؟ أهل اليمن ما يدون هذا الرجل أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دعوته مستجابة، فقال: رجل عادي، خلوا يرعى الغنم والإبل. فذهب عمر بن الخطاب إلى مكان هذا الرجل وشافه، قال له: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال له: أنت من قبيلة مراد؟ قال: نعم. قال: أفيك برص وشفاك الله؟ قال: نعم. أكنت بارا في أمك؟ قال: نعم. قال له: أين أمك؟ قال: أمي يعني ماتت. قال: هذا الذي أتى بك إلى هنا، يعني لو كانت أمه عائشة ما كان يجي. عمر بن الخطاب قال: يا أويس استغفر لي. قال أويس: أنا أستغفر لصاحب رسول الله؟ عمر بن الخطاب بشر في الجنة. قال: يا أويس، إن رسول الله قال: من رأى منكم أويس دعوه أن يستغفر له. شوف، مبشرين في الجنة. استغفر أويس القرني لعمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، دع هذا سرا، يعني لا تقول لأحد أن أويس كذا وكذا. فقال عمر: يعني أين أنت ذاهب؟ قال: أريد أن أذهب إلى العراق. فقال: تبي شيء؟ أكلم العراق يخدمك بشيء؟ محتاج شيء؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا أريد شيئا، دعني من عامة الناس، خلني أعيش بين الناس وخلها مستورة. ذهب أويس القرني إلى العراق وصار من عامة الناس، ما حد يعرفه. فعمر الخطاب يوم رجع إلى أهل اليمن سألوا أهل اليمن عمر الخطاب، قالوا: يا أمير المؤمنين، ايش تيب هالرجال هذا كحيان حافي منتف؟ قال: والله إن هذا رجل خيركم، وقال لهم القصة. بعدها بسنوات صارت معركة صفين، الفتنة صارت بين المسلمين، ووجدوه مقتولا في صف علي بن أبي طالب، رجل تابعي الرسول أوصى به ولم يراه ويستغفر للصحابة المبشرين في الجنة. كل هذا ليه؟ يا جماعة، رجل يعني أكاد أن يكون صحابي، يعني يقدر يكون صحابي، لكن بر بأمه منعه من ذلك، يعني شنو هالبر هذا؟ فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا الرجل لأنه بار بأمه، رجل رفض أن يكون صحابيا ببره لأمه. الله أكرمه بوصية النبي ودعوته مستجابة ودعا المبشرين في الجنة. السلام عليكم ورحمة. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.